أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين الله عز وجل أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار وعلى شعوب الامتين العربيه والاسلاميه والانسانيه كلها بالسلام والامن، كما تطرق الاتصال الى جهود الحثيثه للبلدين لتهدئه الاوضاع في السودان الشقيق ووقف التصعيد والعوده للحوار واستعاده المسار السياسي في ضوء دعم مصر والامارات للشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الامن والاستقرار والتنميه في البلاد.